هي شخصية مشكلجية. رح طبعا احنا كلنا متشوقين بكل أمانة انه رح نتابع ان شاء الله في شهر رمضان. شخصية سكر شخصية رح تكون انا جديدة كتير كانت علي، ماني عاملة هذا الشيء قبل، كان ممتع كتير تصوير المشاهد، نحن ما زلنا عم نصور. اللي اذا بدي اقول لك شو اللي علمتني يا سكر، علمتني بانه المرأة دائما صحيح ما دائما ظرفها بيساعدها، بس بغض النظر شو بتعمل بحياتها أو شو بتساوي أو شو الظرف اللي هي فيه، دائما بتحاول ترجع لنقطة الأمومة والحياة المستقرة. يعني سكر كل الوقت عم تحاول تطلع من كل هي الضوضاء اللي هي فيها والعالم القذر اللي هي طالعة منه لتوصل لأن تكون أم وزوجة والاستقرار. والاستقرار وما رح أقلكم إذا رح توصل لها. حاولنا نسحب.